سمع الناس حول العالم عن المسجد الأحمر في باكستان، لكنهم لم يسمعوا عن هذا المسجد، المسجد الأخضر بكيب تاون. عرف بالمسجد الأخضر بسبب فكرة طبقها هؤلاء الصبية. يتواصون بالحق وبالمحافظة على الماء. بحساب بسيط وجدوا أن المتوضئ الواحد يهدر يوميا ما بين 5 إلى 10 لترات، وماء الوضوء ماء نقي، فلماذا لا يكررونه؟ قمنا بحساب الوقت الذي يأخذه الوضوء وكمية المياه التي تهدر، فوجدنا مثلا في هذه الحالة أن الوضوء كلف لترا واحدا، وهذا ما جعلنا نفكر في استخدام هذا الماء في أمور أخرى. فاز أطفال المسجد بأهم جائزة بيئية بمدينتهم، وعرف مسجدهم بالأخضر أو المسجد الصديق للبيئة. الله أكبر الله أكبر. لم لا؟ فنداء الحق يتناغم ومصلحة كل شيء حي. مشروع المسجد الأخضر مهم جدا، خصوصا في هذه المنطقة حيث هناك نقص في المياه، وهو مهم بالنسبة للمسلمين، فالماء عنصر هام في عباداتنا اليومية. المشروع ما زال في بداياته، ونتيجته ستظهر في هذه الساحة خلال الأسابيع القادمة. سنقيم في هذه الساحة مزرعة خضروات، وستسقى فقط بمياه الوضوء التي كررت داخل المسجد. معظم من تحدثنا إليهم من رواد المسجد أبدوا إحساسا بيئيا عاليا، حتى خيل إلينا ونحن في محرابه أن العبادة المنبتة عن الإحساس البيئي عبادة ناقصة. أحمد فارول الدين، الجزيرة، كيب تاون.